وانتم ما بتردوش ليه يعني؟ مش فاهم. مستر خميس. يا فندم. ممكن استأذن؟ عندي مشوار مهم. اه طبعا مفيش مشكلة، أنا كنت حاطه منك كده النهاردة. بجد؟ متشكرة جدا. بس يا ريت ما تجيش تاني. ليه؟ وأنا حصل مني حاجة؟ أنت فاهمة كويس قوي. اللي اسمه بدر ده اللي جالنا مرتين وعمل مشكلة كبيرة، إحنا مش قده. أيوة بس أنا ماليش أي علاقة بيه. وبعدين ده بني آدم مريض وأنا بصد. أنا جبت أصله وفصله، ده من عيلة كبيرة قوي. أيوة يعني إيه؟ يعني تقفلي حساباتك وتاخدي بقية فلوسك تتفضلي شوفي مكان تاني تشتغلي فيه. اتفضلي.